فحبيت ان انت تيجي النهارده تعمل لنا حاجه ان شاء الله. انت اقترحت العيد الام فحلو، يلا بينا. هتعمل ايه بقى؟ هنعمل ستاند كده لطيف من يعني بتكلفه لا تذكر يعني. احنا جايبين معانا دي علبه ثلاجه عاديه خالص، ومعانا ده جبس. اوكي ماشي. هنبتدي الاول، بس هنحتاج حاجه بسيطه خالص، ان احنا ده الشمع بتاع السيليكون. ممكن نجيب قلم جاف، ممكن اي حاجه. هنثبت بس في القالب بتاعنا دوت قطعه كده هنا في النص كده. اوكي، ده علشان المكان اللي المفروض هيبقى فيه العلاقه. أوكي. اللي هنعلق منها. اوكي ماشي. هنبتدي ان احنا نحط الجبس بقى، ممكن اي حاجه لو خشب او كده. عادي جدا، المهم الفكره بالظبط ان احنا نفس نسد مكان اوكي دوت ماشي. وبعدين ده جبس بقى. ده جبس عادي خالص. وبعد كده هنحط ميه. الميه بنحط قصاد الجبس، يعني لو معيار جبس بنحط قدامه معيار ونص ميه. اوكي، يعني لو كوبايه جبس كوبايه ونص ميه. كوبايه ونص ميه. تمام. اوكي. تمام. بنبتدي بس نتاكد ان الجبس كله وصلت له الميه وداب فيها. اوكي. وبنوصل للقوام كده، يبقى شبه لازج، مش لازج بس شبه لازج. اولموست يعني ايه، وصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه. خلاص هنزود شويه جبس لان كده برضك مش خلاص، احنا مش دي اللي هنشتغل فيها. صح، تمام كده. اوكي، هنبتدي ان احنا نبيتها بعد كده الكوبايه في الجبس نفسه. اوكي كده برضو تاخد الشكل. لا مش هتاخد، هنثبتها كده هتبات، بس هنسيبها كده تبات وبعد كده نسيب الجبس ينشف عليها. قبل ما الجبس بينشف بنبتدي نحط بقى الديكورات بتاعتنا، اي حاجه موجوده عندنا. انا جايب معايا قواقع كده. وهو طري، وهو شبه طري كده. ماشي. بنبتدي أوكي. نحط كده. اوكي ماشي. دي فكره لطيفه قوي، بعدين تنفع لمناسبات كتير. تنفع لاي حاجه يعني، مش بس عشان عيد الام، لا تنفع كمان لهدايا المدرسات الفتره دي بتاعت هدايا المدرسات جدا. كده اوكي. وبعدين بنسيبها بقى ان هي تبتدي ان هي تتصلب معانا. الجبس زي ما قلت ما بياخدش وقت طويل، يعني مثلا ممكن نقول الماكسيمم 10 دقايق ربع ساعه بيكون بس. يعني بيكون نشف تماما يعني، اتصلب واخد شكله، ما بياخدش وقت طويل. لكن بياخد وقت طويل بقى في ان هو طول ما هو موجود بيبتدي يطرد الميه اللي جواه، بس ده بياخد مثلا كذا يوم، بس بيبقى على الوضع بتاعه. طب بيحصل ايه لما يطرد الميه؟ لا بيبقى مندي بس، لكن يفضل واخد ياخد وقته كده يوم اتنين تلاته. يفضل على الوضع ده، فبنسيبه كده هو لغايه لما هتجف تماما. بس بقى كمان بعد كده هي ممكن هنا عليها حرف. طبعا ده حرف حضرتك. يا ربنا يخليك يا رب، تسلم. دي كده ممكن تتعلق بالطريقه ديت، او ممكن بنعمل لها كده ستاند بتتحط عليها. اوكي كده حلوه جدا. وزي ما كمان زي ما قلنا الميه اهيت. بصي بقى الكوبايه ديت يعني ممكن يتحط فيها زرع. طبعا ما هي معموله على شكل كده. ايوه